كل كنز مدفون مخبى معه حكاية فيها عشق مسكون وصندوقها مراي أيامها بتنعاد وكل مرة ناس جداد وبتدور هالأيام والشام هي الشام طرقاتها أحلام ما في إلى نهاية وكنزها مو مال ولانو ذهب بسلال الحب هو مالها وهو صدى موالها والشام يا نيالها فيها العشق غاي كل كنز مدفون مخبى معه حكاية فيها عشق مسكون وصندوقها مراي فاطنة؟ ايه جيت ابن عمك عبده ما عجبتني ها؟ قصة انه رايح يشوف رفيقه ما فاتت قالي منه شلون يعني اختي؟ شلون يعني؟ عبده كان جاي حاكي طول الوقت عينه ما نقامت عنك ايوه لا جاي حاكيني ويحاكيكي ما قصده شيء شفتي شلون كان؟ لا حبيبتي مو جاي حاكيني وحاكيتي لانه ما تطلع فيني بالمرة وطول الوقت كان عم ياكلك اكل بينهم وشو اعمل له يعني؟ ما بتعملي له شيء بس يعني اختي يعني شو؟ يعني عبده بيحبك وبده ياكي بده سيف الحد؟ اي والله ما اشوفه مرة تانية لمسح فيه الاراضي وشرش حجرش حالي الاول ما لا خير لا تقني على حالك ان شاء الله اشوفك عم تعمليها بعملها ليش لحتى ما اعملها؟ الرجال معترف بغلطه يا ابو فارس بعد شو ابو هاشم بعد شو بعد ما سرق لي العده انا لهلا ما لي عرفان كيف سرق لك العده اجى لعندي مشان يحلق دقنه وما كان معه مصاري فما حلقت له دقنه ببلاش فتت على البيت مشان جيب له كاسه شاي قام طلعت لا لقيته ولا لقيت العده لك يخرب بيته يخرب بيته شو طلع حرامي ابو فارس انا راح اعطيك حق العده عود ما اشتري عده راح اعطيك حق عدتين عود المقص رح اشتري لك مقصين منيح هيك بس ابو هاشم يعني خلصنا ابو فارس خلصنا انا رح اعوضك المهم انه الزلمه ما ضل بالكركون عنده عيله وعنده اولاد بده يسترزق بده يعيش طيب رح اتنازل عن الشكوى ابو هاشم خود ابو فارس هي حق العده بكفو لاعطيك كمان بكفي وبيزيد سيدو كتر خيرك وخيرك شرف معي لك انا ابو فارس خلينا نوصل على الكركون دقيقتين نطلع سعيد وبرجي يلا شرف شرف ابو هاشم يا بي انا رايح اجيب حده جديده ايه ماشي. يلا ما تطول ما تطول واجت صبريه لعند الست بشيره وترجت عنه تحاكي جوزها ابو هاشم ليسعاله لجوزها يطلع من الحبس وعم يطالع لجوز صبريه من الحبس ايه لك رح يطالعه رح يطالع لك ايه طبعا رح يطالعه لك شو يضل محبوس عمي ايده دايما للخير ايه والله مزبوط اللي عم تحكي اختك عمك كل عمره ايده للخير ايه بس هذا الشيء غلط غلط انه يطالع من الحبس يا مراتي ايه لك كان غلط مزبوط
وليش هيك عم تقولي بقى؟ أنا بقول لك ليش؟ لأنه هالشي بيساعده على السرقة، بصير روحه ببيته ببقى يأمن على حاله. بس الرجال تاب بعد آخر سرقة سرقة، يلي بتوب ما بيسرق. بعدين هذا سعيد صارت عنده سرقة عادة، يعني متعود ما ياكل لقمته غير بالحرام يا أم تيسير. الله يصلحه ويهديه عمك أبو هاشم، الله يصلحه ويهديه، شو بحب الفشورة والبهورة، وعم يصرف المصاري العيلة كرمال إنه يقولوا عنه كريم. يا حاجتك بقى يا حاجتك، ما بيخلى حدا من لسانك، شو لساني اللي إلك؟ بركدان الزلمة تاب، من تاب تاب الله عليه، اسمعي إلك بجوز يكون الزلمة تاب ولقى الشغلة يسترزق منها وياكل حلال هو ومرته وولاده. لك شو تاب؟ يلي فيه عادة ما بيقدر يبطلها أبدا. كان لازم يضل بالسجن محبوس ويريح أهل الحارة منه ومن شره لك. ومثل ما قالت أمي، أصلا عمي ما بيحب غير البهورة وطبيض الوش قدام أهل الحارة. حرام عليكم تحكوا هيك عليه للزلمة، مثل ما قالت خالي انت يصير لازم الواحد يساعد اللي بيتوب. الله ولك خرسي انت خرسي، لك يخرب بيتك شو بتحب الفشورة والبهرة، كملك عمك بتقولي بنته ولي على قامتك، لك بكره بيساعدوه على السرقة وبتنمد ايده. وينك وينك انت يصير؟ بكره رح يدعوا على ابو هاشم سلفي اكثر ما يدعوا على سعيد حرامي. المهم هلا ليش بعتي وراي مراتي؟ ايه سعيد سي يا مو ملاك يمو لي طقم هالشاي جيبوا لنا فنجانين قهوة متعالة بالناس. نعم وانتي الحقيقة هوينا. يلا تعي ربيتها شو بتحب عمك أبو هاشم؟ شوفوا يا سعيد الحرامي، لولا خاطر أبو هاشم وما تنازل أب فارس عن الدعوة لكن جعلتك عبرة لمن يعتبر ودكيتك بالقلعة الدكة ما بتطلع منها إلا على أفا. يكتر خيركم يا سيدي. كتر خيرنا وين بتنصرف هي؟ اوعى اوعى تعيدها مرة ثانية. أنا ضمنانه نجلة تفدي وهي آخر مرة بيعملها وعلى كفالتي، أنا ضمنانه. أنا خدامك أبو هاشم. لك صرت قد الشنتير وتمد إيدك للحرامي يا حرامي. خلصنا فارس؟ خلصنا. أمرك أمرك أبو هاشم، ها؟ هي سكرت تمي. أيوه. نجلة تفدي اسمح لي فيه. تكرم أبو هاشم تكرم. جيتك عسيسي علي كتير كتير ولك خاطر عندي كمان. شوفوا لا سعيد يشهد الله علي يا حرامي إذا بتعيدها لورجيك شي كان وشي ما صار. هاي كرمال خاطر شو أبو هاشم المر. بأمرك سيدي بأمري ما عاد عيدها توبة. لنشوف إذا ما عاد تعيدها يا سعيد الحرامي. فيك تنتعوا معك أبو هاشم. نجد تفدي يطول عمرك وكتر خيرك. ولو بدنا خدمة تحرس معلم أبو هاشم جبنا مو أول مرة ولا آخر مرة. الله لا يحرمنا يا كملي يا جوهر نظري كملي. لك إيه شو بدي كمل؟ إجا لعنا على باب سقاق وطلب الصلحة من أخي. إجا لعنكن على باب سقاق يعني حنيتي. إيه شو صار بعدين؟ قلن أخي الله يرضى عليك قلن. أخي صالحتون على الزلمة. شو؟ ايه صارحته يعني الزلمة جاي لعندي على باب البيت وبده يرجع اختي. أيوة. والصلح سيد الاحكام مو؟ ايه ايه فعلا الصلح سيد الاحكام سيده. ايه هذا حكي انا. ايوه يعني هلا نحن شو المطلوب منا سيدو؟ بدنا نسحب الشكوى من عند القاضي سيدو. ايه بدنا نسحبها، شو بدنا نساوي؟ اسمعي يا وصال، انت بدك تسامحي لهذا جوزك عن القتل اللي سلخك اياها حشكو لبك بدك تسامحيه؟ لا والله مو مسامحته والسما زرقاء. لك ليش بدك تسحب الدعوة والشكوى؟ ليش؟ لأنه هو وعدني بس اسحب الشكوى يطلقني. هلا فهمت شو بده منك يا خانو. ايه وشو بده مني؟ بده اياكي تتوقفي عن الدعوة والشكوى مشان جماعة الكراكون يتوقفوا عن ملاحقته ويرجع على بيته السلم غانم. ما فهمت منك. ايه مبينة ما بدها اثنين يحكوا فيها، معناتها الزلمة عم يلعب عليك وعلى اختك، مو هيك شريكي؟ طبعا هيك. وإذا قدر يلعب عليك وعلى أختك ما رح يقدر يلعب على نسيب أفندي البقبنجي وشريكه أمين ابن مبين، فهمت؟ إيه وشو بدنا نساوي؟ قل له إنك رح تسحب الشكوى ولما بيطلقها لأختك بالتلاتة بينونة كبرى ساعتها بتسحبها للشكوى، وإذا ما طلقها لا تسحبها بنوب. هيك لك ها؟ إيه هيك. وهذا الشرط بتحطه بين عيونه، وإذا كان صادق بده يطلقها لأختك بيطلقها. ام تيسير بدي اياكي تروحي معي لبيت ام فارس. يعني اعتمدتي على حسنية يا مراتب؟ لا لا لسه ما اعتمدت، بس نروح بشوف بدوز انا بعقلي، وان ما عجبني الموضوع الله يبعث لها عريس غير ابني.
اتكلنا على الله. امي دكي ملايتك، خلينا نروح نعمل ده. يلا دكي دكي، بكون جاهزه. يلا بستناكي. الله يجعلها يا رب من اسمك ابنك لحسني، مسكينه حلوه وما لها حظ. السلام عليكم. عليكم السلام. لك شو جابك لهون لك عبد الرغام؟ لك طق راسي قلت لمر عند حده واشرب كاسه شاي. لك ما بصير تيجي لهون، ما بصير. وليش ما بصير؟ لك انت شغلك جوا بالامين. شو بنضلنا مزروبين جوا مثل المحابيس يعني؟ لك شغلتك وانت رضيت فيها. ما عجبتني هالشغله لك اخي. ما عجبتك يروح بطل، لاقي لك شغله ثانيه. لا ما بدي بطل، بس بكيفي بشتغل. اه بكيفك تشتغل. اذا بدك تضل تشتغل بكيفك هيك كثير بدك تتعب يا عبد الرغام. ها؟ وليش لا اتعب اخي؟ رح تتعب، لأنه إذا بدك تضلك هيك رح تلاقي ألف واحد حيعيط عليك. يا عبد الرغام فوت اشتغل، فوت. ما بدي اشتغل أخي، رح اشتغل براحتي. رح تشتغل براحتك؟ إيه. طيب يا عبد الرغام، يا عبد الرغام هيك بتدمر حالك. ها؟ ما رح دمر حالي أخي، وهيك وعلى كيفي رح اشتغل. قال فاتت تتسطح. قال إن شاء الله آخر نومة إلها يا رب. هي بس لو تطلع من البيت كنا أخذنا راحتنا. يا حبيبتي ما رح نستفيد شيء. ايه وليش بقى؟ شنو هي؟ تقفل الأوضة وبتاخد المفتاح معها. ايوه. ايه بس كيف؟ لازم نلاقي طريقة لحتى تكف مغيب عنا يا حليمة. طولي بالك، والله لفكر لك بطريقة، بس طولي بالك. طيب انتي سألتي جوزك ايش كان بيعرف أمه وين حاطة الحجاج؟ لا والله ما سألته. ايه اسألي يا حليمة، اسألي شو ناطرة، لأنه إذا عرف بريحنا من كل القصة. خلاص اليوم من كل بيت رح اساله واعرف هالام 44 وين حاطه هالحجاج. إيه. الله يوفقك يا حليمه، تكرم عيونك. فريلي اهلين وسهلين ببراتب. ايه هون بالصدر، بالصدر في قلبي. إيه. تسلمي لي يا رب، تسلمي. الصدوره اللي بدوره تقبلي. الله يجبر بخاطرك. يا اهلين وسهلين. ان شاء الله بتفرحي باولادك يا ام فارس. لك الله يخلي لي اياكي ويطول بعمرك يا ام تيسير. والله يا ام راتب جايتك لعنا عز وكرامه والله. تسلمي لي يا رب، الله يعزك. لحظه لنادي لحسنيه. ايه يلا نادي. أيه شوفها. يلا شفتيها كيف صارت خفيفه؟ لنادي لحسنيه. لك يا بعدي العريس بيتبرق. حسنيه اي ياما، روحي بدلي فستانك بسرعه على السريع. يو ليش ياما؟ حلو الفستان مو حاكي شيء. لك امي لا حلو ولا شيء، طالعه ريحته. تحركي روحي وبعدين اعملي قهوه. يلا ياما. ليش جاي لعنا ام راتب؟ يو تقبريني، جاي مشان تخطبك لابن راتب يا بعدي. بك يلا تحركي لساعتك واقفه. حاضر يا عمو. يلا روحي. يا رب تجعله من نصيبه يا رب. صدقني ما كنت ناوي اسوي الحلاق، ما كنت ناوي، بس كنت بدي امر هيك خبز لبيتي. حرام يا سعيد، اصحك تدخلوا على بيتك، اصحك تطعمي اولادك ومرتك وعيالك منه. الحلال جاي لو صبرت على رزقك شوي صدقني يا سعيد كل شي بيوصل لعندك بالحلال. يا رب تسامحني. وبدي اياك تعاهد ربك قبل ما تعاهدني انه ايدك للحرام اوعى تمدها ولو بدها تنقطع، ورزقتك جاي وخلي املك بربك كبير. بعاهد رب العالمين وبعاهدك ما مد ايدي للحرام حتى لو بدي موت من الجوع يا معلم ابو هاشم. مد ايدك وخذ هدول. بس معلم ابو هاشم انا. مد ايدك وخذ هدول لبين ما الله يبعث لك رزقه، ودور على شغل، واذا احتجت لشيء تعال عندي انا بالحمام. بامرك معلم ابو هاشم، بس اشتغل رح ارجع لك اياه هون واعتبرهم ديني. ماشي سعيد ماشي. يا ميت اهلين وسهلين لك، والله العظيم شرفتونا. الله يخليك يا رب. يا اهلين وسهلين يا مو. لا ما شاء الله حولك حواليك يا مأدبة. لك ان شاء الله تسلمي لي يا مو. ضيفي مرت عمك ام راتب اول شيء. حاضر يا مو. وبعدين ام تيسير. بسم الله. ايه خربت بيتي. بعدين حرمتي يا مو. يوصلك يا مو. عادي 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 بالك عليها يا عم راتب، البنت صغيرة ومستحية منها. يوم عشان النبي ام تيسير حاش حطي له لا عذار.
اي والله عيب تكب القهوة عليكم، عيب. لك طولوا بالكم، بركي عن جد البنت خجلانة مثل ما قالت حالة انت يسير. لا يا مولا، كل شيء إلا هالشغلة، باين عليها شرنة. المعنى مراتي، بالمعنى. المعنى؟ الله يوفقها ويبعث لها أعمال قلبت لحكايتها. ايه، مثل ما بدك يا تقبريني، مثل ما بدك. شربي قهوتك انت يسير. قهوتك مشروبة يا حبيبتي، مستعجلة. الطفلة. الله معك. أهلين وسهلين. يا مولا ليش هيك عم تطلعي فيني؟ والله ما بعرف كيف هيك انكبت القهوة عليهم. ولا ليكونوا مفكرتيني قصدا بدي وسخهم وهربهم مني. يا مو كم مرة قلت لك ديري بالك على حالك وانت ماشية، ولك هدول بيدققوا على أي شغلة بتعمليها. يا مو بس يا مو إن شاء الله مفكرة أنت بس طيرتي العريس من إيدي، ولك ما عاد في وحدة من الحارة رح تجي وتخطبك بعد الحكي اللي رح تحكي عليكي قبراتي. يا ماما معقول تروح تحكي علي بالحارة؟ ايه يا ماما بتحكي عليكي، ما بتعرفي انه هي سماوية ولسانة بسبع شطلات؟ يبعت له حمى لحظي، لك يبعت له حمى لحظي يا حق. لا والله، يبعت له حمى لحظي انا على هيك تخلفي. وشلون شافتك صبرية ابن عمي؟ وانا بدي اطلع من الحارة طلعت بوشي، وقالت لي وقف يا سعيد، بدي احكي معك جوز كلام. وشو قالت لك صبرية؟ انا ما رديت عليها ومشيت بطريقي. وإلا البلا الأعظم مستو عناصره أجوا ليلقطوني. وشو عملت؟ هربت منه، لك هربت لحتى لقطوني وأخذوني على الكركون. تنسكر وما تنعاد ابن عمي، وأنت كمان بطل هالسرقة بطلها. لك أنا ما كنت بدي أسرق لهم أصل أبو فارس، بس كنت بدي بيعه واشتري بحقه تتون. إيه وبطل التتون كمان ابن عمي. وبمين بدي فيش خلي وليه؟ مثل ما بدك بس لا تفشوا فيني تقبرني. يبعت له قطع لسانك. بنت عمي هلا مو المفروض انت تفوتي القهوه لعندهم؟ ما بصير ابن عمي انا فوت القهوه لعندهم، عيب. ليش بقى؟ ما بصير انا فوتها وبنتك قاعده معهم، بعدين امراتي جايه لحتى تشوفها لبنتك وتذوق قهوتها وتفحصها. ايوه هيك لك. طبعا هيك لك. بعدين انت شو بيعرفك بامور النسوان؟ شو بيعرفني؟ انا بعرف كل شيء، مفهوم ولا لا؟ ايه تقبرني، قاعد بمزح معك. اها ايوه. يلا حطي لي صحن فواكه. ايه مو من عيوني التنتين، هلا بخلي حسي يجيب لك الفواكه. صحيح. شو هالشب صعيب مثل ما سمعت؟ ايه مزبوط يا بي، مثل ما سمعت. اجى لعندي وطلب مني شغل بالحمام وانا ما لقيت له. ليش ما شغلته يا بي؟ شغله شو ما كان؟ يشطف، يغسل، يساعد ابو درغام، يساعد حده. يعمل اي شيء، المهم شغله. على عيني يا بي، بس انت الرجال بتعرفه وبتعرف صيته وبتعرف انه طيب غلط الزلمه وسرق، حب يتوب لربه، حب يرجع يستغفر ربه، شو المشكله اذا وقفنا معه وساعدنا؟ ولا لازم نخليه يغلط مره واثنين وثلاثه؟ والله يا بي انا ما كنت حاسبها هيك. شغل لي الراس اللي ناتعه، لا تشتغل من عندك من حالك، انا موجود، استشيرني، خود رايي. أنا مالي رجل كرسي قاعد هون. محشوم يا أبي محشوم، شو هالحكي هاد؟ أعوذ بالله، بس يعني بيني وبينك أنا ما كنت شايف الشغلة محرزة. مالها محرزة ما؟ طب لو كان سارق لك أو سارق غلة الحمام، شو كنت عملت؟ شلون؟ تاني مرة أوعى تتصرف من شورى. أنا موجود، خد رأيي، خد شوري. مالنا غنى عنك يا أبي، مالنا غنى عنك. ابن عمي طيب انت ليش ما بتساعده وبتلاقي له شغل؟ رح لاقي له شغل يا بشيرة، رح شغله. شلون يعني ابن عمي؟ رح احكي له بعد صاحبي الحمام جي. ايه بيكون والله عين العقل اللي بتعمله. عبده ظريف وبيضل ابن عمي. لا 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 مو معقول، وحتى لو بحبني انا ما بدي اياه. خلص خلص، أنا ليش عم فكر فيه؟ يكون شو ما يكون، شو بدي فيه أنا؟ خليني نام لفي أعلى جامعتي من بكير. من زمان وأنا بدي أحكي معك، كنت خايف، أما هلأ
ما عاد خاف تصديني يا فاتنة، ورح ضل وراكي لأتزوزك. ايوه، وانت ليش عم تسألي عنهم بقى؟ الحقيقة فايزة بدها تعرف شو إلها قبلك من عيلتكم يا ابن عمي. وشو إلها علاقة فايزة لحتى تعرف؟ شو إلها علاقة بهالقصة كلها هي؟ يا ابن عمي بدها تاخذ حقها منكم، شنو حتى لو انت تجوزتها حق المرحوم اخوك ما بيموت، بضل إلها، صح ولا انا غلطانة؟ لا لا والله، والله عم تحكي صح، هذا حقها ولازم تاخده. طيب وين الحجاج ابن عمي؟ والله ما بعرف وين الحجاج، انا اخر مرة شفتهم لما كان المرحوم ابي عايش، بعد ما توفى ابي ما عاد شفتهم. بس يعني وين بدهم يكونوا؟ مع امي بخبيتهم شي قرني. ما استفدنا شي. شو عم تقولي؟ عم قول فايزة ما رح تعرف شو إلها وشو عليها منكن يا ابن عمي إلا إذا شافت الحجاج. مزبوط مزبوط كلامك. سعيد معلم. سعيد أهلا وسهلا. يلا مشي معي. لوين بدي روح معاه؟ بروح المشوار، بس قبل بدي لك شغلة، بدي إياك ترجع مرتك صبرية على البيت. سمعت سعيد؟ صبرية؟ لا ماني مرجعها. ليش ما بدك مرجعها؟ شنو صبرية؟ أنا مطلقها بالثلاثة. يبلا بقص لسانك على الحكي، وليش طلقتها؟ شنو هي لسانها طويل وعم تسق وتنق كثير، وهي العمايل أنا ما بتحملها بنوب نوب نوب نوب. مشي معي، بلحق مشي معي. الله يرضى عليك يا بيه. مو يا بيه. بتاخذه وتطلع على حمام الشيخ إسلام، صاحبه بتعرفه. بعرفه يا بيه بعرفه. أنا بسلم عليك يا بيه. وبعد لك هذا الشغل تلاقي شغل عندك، هو رح يصرف. أمرك يا بي، أمرك. الله يكثر خيرك يا معلم. الخير خير الله سعيد. بس شوف صدقا، إذا بسمع أي كلمة عنك أنت بتعرف شو بعمل معك. أمرك معلمي أمرك. الحلال يعني الحلال. أمرك معلم. يلا بسرعة. يلا سعيد. تفضل سيدي تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدو. عما يا عم راتب، شو لقيت لك عروس لابنك عبده بتاخذ العقد؟ الحق؟ إيه. بنت مين انت يصير؟ بنت الأبعيدي يا ابو حاتم. بالله شو بالله شو كمان هي ما عجبتك؟ لا هي جوازه، هي لا شبنا جوازه حلوه ورخيصه وابوها ما بده الا الستره. إيه. انت يصير كأنك ما عم تفهمي علي شو طلبي انا. ما هي مو حلوة البنت يا أم تيسير. حلوة الله يستر عليها، بس مو حلوة. إيه بس بنت عيلة، يعني بنت عيلة محترمة. يا ستي أنعم وأكرم، كل الناس خير وبركة. ما فهمت من الآخر الحاصلة من الأخير. أوام شو طلبت؟ قلت لك من زمان بدي وحدة ما لها أخر، حلوة وظريفة ومهذبة ومتعلمة وناس. رجعت لي؟ لا لا تعيديني. شربي أخذك وزي ما بتقولي زايطة لأشخطك. ما بيعجبك العجب ولا صيام برجع. يخرب بيتك امك على شو موحمه. وبركي حاططن عند حدا من بناتها. ما بتعملها يا فايزة، ما بتعملها. او ليش بقى؟ شنو حماتي؟ لا تقولي عنا حماتي اذا بتريدي حليمة. لك قصدي اللي كانت حماتك. هي ما بتوثق بحدا حتى توثق ببناتها. ايه مصيبة ايش كان ما لقيناهم. هي هي المصيبة. ايه نعم. حليمة؟ نعم. الله يوفقك، رجعي بحبشي عليهم، بلكي بتلاقيهم. يا ربي خلص رح ارجع بحبش عليهم، وباذن الله وباذن الله رح لاقيهم. يا الله يوفقك. شرفي احتجت للكلب له حش كلب. جايتك حليمه. يلا اختي يلا شعلها. يلا يا مراتب يلا رجعنا. جيبي الملح فريزه. ما جيت على الدكان اخي. اخي كنت مع حدا على ايدي شغله. مين هذا الحدا؟ خلص اخي حدا شغله يعني. قول ما بدك تقول لي. اوهو اخي انت ليش هيك دائما بتستعجل؟ يعني ما انت بتعرف خلصت؟ عم تتركني لحالي بالدكان واذا ما بدك تحكي كمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا معبدو شو بلا؟ أخوك معه حق، يعني صفي لحاله بالدكان فطس. خلص أمي بعوض له إياها إن شاء الله، بعوض له إياها. وشو بدك تعوض له إياها يا بعدي؟ رح أشتغل عنه يومين بالمحل وهو يقعد بالبيت، منيح هيك؟ يلا كل كل. بسم الله. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وداد لك يا وداد نعم تقبر قلبي حطي الغداء بسرعة وين كنت ابن عمي؟ بعتني ابو هاشم لحمام الشيخ رسلان وان شاء الله اشتغلت تشكل قاسي لك يضرب هي شغل بعتني عليه قال شو صاحب الحمام بده يشغلني بالامين يلي كله ريحته زبالة وانت بتعرفيني بحب الرواق ايه بس كان لازم تشتغل ابن عمي ليش ما قولي؟ شنو الشغل أحسن من قعدة البيت بتجيب قرشين مناح ومنأمن لقمتنا فيهم يا رجال ليش ما عم تشبعي لقمتك وليه؟ اي مو كتير ابن عمي اي أكلك سم الكراتي قومي حطي الغداء يحطوا حطامك قدامك وشو بدي حط لك غداء؟ ما عنا إلا زيتون هلا ما عجبك الزيتون وليه؟ قومي كرجي لشوف لا ما شو هالحريم هدول تعي معي لشوف شو كنت عم تعملي يا باب ساقة؟ أنا عم طلع على الحارة عم تطلعي على الحارة؟ إيه شو عم تطلعي بالحارة؟ دا نفسي شوي قلت لحالي بشم شوية هوا أيوه إيه حاجتك أسئلة بلا طعمة قومي ساعديني بشغل البيت بالغلاظة قومي يلا جاية يا فالحة تفضلي قدامي المهم نامت بعدين يعني إيه بس والله عذبتني كثير تقولي منغوصة اهلين يا موتى حطي حطي يا ناس فوت تقبرني فوت يلا تخير يا مو بس النور تقبرني هي لطيفات بعدك اياهم ابي يا مو ان شاء الله بيعيشوا هالايدين يا رب قومي تقبريني قومي خذيهم على المطبخ وحطيهم بصحن عيوني يا ست الكل يسلموا ايدينك وعيونك يا رب هذا شيء يا مو انا بدي امشي لا اعود ما في روح عايزتك عشان يطولك خير يا مو يا مو فكر بكره روح انا والداهية ام تيسير مشان نشوف لك عروس بس يا مو انا ما بدي اتجوز هلا لك ليش لك امي؟ لك والله حابه انك تتجوز وشوف لك اولاد وافرح فيه مو هلا يا مو مو هلا ايمتى لك عن يا مو؟ ايمتى؟ هي بنت الاميمي وقلت ما بدك اياها ما حكينا شيء مع اني انا كنت رايدت لك اياها بس تقول انه ما بدي اتجوز؟ لا يا مو لا هي مو مقبولة منك بنوب بنوب بنوبها يا ابو بصراحة بدي اقول لك شيء ايه تقبرني ايه فش لي قلبك احكي لي كل شيء رح احكي يا امو رح احكي فاتينة اللي ما عم تدرسي فاتينة ليه ما عم تدرسي تركيني اعرف ادرس تركيني لا يغسل العين شو عم تدرسي في مجال تحلي عني وتتركيني بحالي؟ يعني ما بدك تقولي شو بك؟ ما دخلك لك الحق مو عليك، الحق على اللي بيسألك شو بك وليش ما عم تدرسي؟ خاف علي قال أنا أحسن نعيما يا مستو الله ينعم عليك معلم حدو لك يا حدو معلم تعال عندي بس يروحوا الزباين تندهلي ابو درغام من جوا وبتنظفوا لي الحمام بدي اياه يوجوج على راسي معلم بس يعني ليش ابو درغام؟ انا قصرت بشي معلم لك يا ابني حدا قال لك انه انت قصرت؟ ايه طيب اذا انا ما قصرت شو بدك بابو درغام معلم؟ شنو يوم الخميس عنا عرس وانت لحالك ما بتلحق ما شاء الله والله كتراني الاعراس بالحاره يا معلم مشان هيك بدي منك تنظف لي الحمام على التمام على راسي معلم كل شيء رح يكون مثل ما بدك واحسن شو بكل حدو ليه كنيت شو صار لك معلم ما في شيء بس انا عم فكر ايه معناها ارجع على شغلك يلا امرك معلم ولحدو وين الارجيله وصيتك عليها ايه على راسي معلم مستو على راسي
يلا انتظر شي بقى اشتغل حدو اشتغل الله يعطينا خير هالمساء. عرفتي ليش ما بدي اتجوز يامو؟ عرفت يامو بس ما عجبني كلامك. بعرف يامو ما عجبك كلامي بس صدقيني مش كان اتجوزت واحدة غير فريزة انا ما رح اكون مبسوط. بعدين يامو انا ما بدي اظلم معي بنات الناس. لك يامو انت عم تحكي شي صعب يصير هلا غير اني انا وابوك في مشاكل بيناتنا مع بيت عمك وانت بتعرف هالشي؟ بعرف يامو بعرف بس ان شاء الله الايام جاي رح تنحل المشاكل بيننا وبين بيت عمي ابو راتب ورح ترجع المي لمجاريها. يعني بفهم من كلامك انه ما في داعي نروح انا وام تيسير نشوف عروس؟ يامو ايش كان بدك تجوزيني حتى تشوفيني مبسوط؟ جوزيني فريزه. فريزه وبس يامو. لا حول ولا قوه الا بالله. عن اذنك يامو. شرف سيد سالم شرف. يلا يا رب. خير سيد سالم؟ ايه يا اخي سعيد. شو لقيت لي الشغل بحمام الشيخ اسلام؟ الحقيقه مو تمام بنوب بنوب. شي؟ ليش شو صار؟ ما صار شي، وصار انا ما اشتغلت، وهذا الشغل ما عجبني ولا نزل لي على معدي. قلت لي ما عجبك الشغل. بدك ما تواخذني يا سيد سالم، ما حبيته، والله ما حبيته. طيب شو بدك تشتغل لك يا سعيد؟ شو بدك تشتغل؟ يعني شغلة شم الهوا فيها وشوف الناس رايحة جاية، ما اشتغل بقرنة لا نزلة ولا طلعة فيها. طيب قل لي شو بقدر اخدمك انا سعيد؟ قل لي. يعني بدي شغلة خفيفة نظيفة، دوامة نص يوم واخذ منها مصاري مثل العالم والخلق. قول يا رب. شو هالحكي اللي عم تحكيه ماشير؟ مثل ما عم بقول لك، هو بحبها للبنت وحاططها براسه وما بيتجوز غيرها. يعني هو قال لك الكلام هاد؟ ايه، هو صارحني ابن عمي وحكى لي عن كل شيء. شوفي انا بصراحة يعني انا بعرف شو بدك تقول ابن عمي، والله بعرف، بس انا وضحت له كل شيء، بس هو ما بده غيره. يعني ما عندي مانع انه يتجوزها بس إيه؟ يعني يستنى علي شوي لتخلص المشاكل بيني وبين عيلة اخي. يعني قصدك انه تقول نام على السيرة هلا؟ نام على السيرة هلا لبين ما تنتهي المشاكل اللي بيني وبين عائلة أخي. إيه، وأنا هيك رأيي، خلينا نايمين هلا على السيرة. الله يرضى لي عليكي بشيرة، وقت تقولي لحدا إنه نحن كنا نخطب بنت الأميمي. لا يو، معقولة أنا أحكي قدام حدا؟ مو شاني، شان البنت ما ينحكى عليها غلط. وأنا هذا اللي كنت بدي أقول لك عليه. لا تاكل هم تقبرني، لا تاكل. والله أنا بعرف شو اللي بينحكى، وشو اللي لازم نسكت عنه. حلو. كمان أنا بتهمني مصلحة البنت. إنه ما حدا يحكي عليها كلمة زايحة وما يقولوا إنه نحن كنا بدنا نطلبها وقلبنا عنا شنو بتبور ابن عمي. يا عيني عليكي، لك يا عيني عليكي يا بشيرة، أنت دائما بتحكي بالحكمة. يا سلام. يخليني يا كل كنز مدفون مخبى معه حكاية، فيها عشق مسكون وصندوقها مراي. أيامها بتنعاد وكل مرة ناس جداد، وبتدور هالأيام والشام هي الشام، طرقاتها أحلام ما في إلى نهاية. وكنزها مو مال ولانو ذهب بسلال، الحب هو مالها وهو صدى موالها، والشام يا نيالها فيها العشق غاية. كل كنز مدفون مخبى معه حكاية، فيها عشق مسكون وصندوقها
مراي.